الحرب هذه شفت كثير حالات بس ما شفتش ولا نقطة دم. الشيء الغريب فيش دم، كلها حروق، حروق درجة أولى وثانية وثالثة لدرجة التفحم. ابني عمره 33 عام، عنده 3 بنات من سن 8 شهور حتى 5 سنوات، وزوجته ما زالوا أيضا في غزة. الآن معنا تحويلة من تاريخ 4 نوفمبر إلى قطر أو تركيا أو الإمارات. لحتى الآن للأسف لم نحصل على تنسيق عبر معبر رفح البري للوصول إلى تلك إلى أي دولة من دبي أو قطر أو تركيا. ما الحاجة للعلاج؟ الآن هو حالته خطيرة جدا، مدير المستشفى أخبرني بأنه حالته خطيرة وربما يفقد حياته. ابني من أسبوعين وأنا أنتظر سرير شاغر واحد لابني الذي يعاني من الموت البطيء، الآلام المبرحة التي يعاني منها مريض السرطان، الصخر لا يستطيع تحملها. ابني يعاني من هذه الآلام المبرحة ليل نهار، أنا وين أروح فيه؟ أنا إيش قادر أعمله؟ لا مستشفى، المستشفى المتبقى الوحيد في رفح أبو يوسف النجار، لا سرير ولا مكان تحت الأرض ولا فوق الأرض، لا في الممرات حتى مليء بالنازحين. حتى لو دخلت ابني هذا المستشفى مليء باللاجئين مما يسبب العدوى. الدكتور أخبرني خلال أسبوع بموت لو ضل بالمستشفى، وإذا ضل برا حيموت. فيا إخوة إحنا يعني الموت محيط فينا من جميع الجهات، يعني إحنا الآن بحاجة إلى جميع أنواع المسكنات والمخدرات لعلاج مرضى السرطان وعلاج الحروق والجرحى بحاجة، وأغلبهم بتر. هذه الأمراض يا إخوة وهذه الجروح الخطيرة ألامها يعني لا البشر الإنسان العادي لا يستطيع تحمل هذه الألام، لا مستشفيات ولا علاج ولا مراكز للإيواء.